اتسعت هوة الخلاف الدستوري على شرعية الانتخابات في العراق والتي جرت في آيار الماضي بين مفوضية الانتخابات والكتل السياسية من جهة وبين البرلمان والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى، إذ تواجه العملية الدستورية منعطفا حادا غير مسبوق، حيث تمر بتحديات عديدة قد تؤدي إلى إعادة النظر بها جملة وتفصيلا. مسار الانتخابات اللي شابها تزوير ممنهج من قبل مجموعة من الأشخاص المتنفذين، ولكن في نهاية المطاف الكرة في ملعب القضاء، يعني باستطاعة قضاء العراقي أن يلعب دور حاسم ومهم للغاية. يعني نحن نرى بأن الحكومة والبرلمان هما قالوا الكلمة اللي عندهما، ولكن الآن الكلمة النهائية والحاسمة حسب رأينا لقضاء العراقي. كان من المخطط له رسميا أن تكون في هذه الأيام قد قطعت المفوضية مرحلة النظر بالطعون الانتخابية لتعقبها المصادقة على النتائج النهائية قبل أن ينفض البرلمان الحالي في 30 حزيران الجاري، إلا أن تتابع الأحداث وسرعتها اتخذ منحا آخر يلوح بحكومة طوارئ أو تصريف أعمال مبكرة حسب توقعات المراقبين. أنا لحد الآن لا أعترف بهذه الانتخابات، بل أعتبرها مهزلة ومسخرة، ومستحيل أن نقبل بهذه النتائج، لأن الانتخابات لم تجي انتخابات، بل ما لمسناه كان سيناريو ومهزلة مخالفة لكل الأعراف والدول والدستور والقانون. وبحسب متابعينا فإن الضربات توالت على عملية الانتخابات بدءا من الاعتراضات الكثيرة مرورا بالتشكيك بالنتائج والصدام بين مفوضية الانتخابات والبرلمان الذي قرر انتداب قضاة لإدارة المفوضية، مع تعالي الأصوات هنا وهناك بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، وهي الأصوات التي بدت أكثر وضوحا بعد الحريق الذي طال مخازن المفوضية. مع اتساع الخلاف الدستوري حول شرعية الانتخابات، القضاء يؤكد التزامه بتعديلات البرلمان، فيما تطالب مفوضية الانتخابات من المحكمة الاتحادية إيقاف عمل القضاة المنتدبين. لقناة الفلوجة فراس الدليمي، بغداد.